ينتمي شعبنا بثروات عدة كباقي الشعوب الأخرى، من بين الثروات الحيوانية التي أصبحت أكبر استيرادا في المجتمع في الوقت الحالي، تتكون من الإبل والغنم. كما حاط بنا الرحال إلى المكان الخاص بالمواشي، التقيت ببعض العمال القائمين به. أسس أساسا أشخاص أساسا كبار السن وعادوا عاجزين عن العمل، واللي فرضوا عليهم أساسا توفير يعني سد حاجيات العائلة اللي متفرعة. خلال الحوار أدركت أن لهم دورا مهما في الحياة، لولاها لما توفر كسب المال لسد حاجيات الفرد. عليك دورها تم شبع لما كنتي وتم زينة ما تفضل اللي تنبع فايت يعني احنا اللي ندور نبيعه لما الواضح. حالا مولي هو الناس كامل بارتباط مع النظام، كلهم في جهه ولا مؤسسه معينه وارتباطه لا بها، يوم ما يخلق شيء واذا كان متفسخ منه يحسبوه ما هو خالد. فاهم؟ فاهم؟ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.